بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 36. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: فصل. وها هنا أربعة أنواع من المحبة يجب التفريق بينها، وإنما ضل من ضل بعدم التمييز بينها. أحدها محبة الله، ولا تكفي وحدها في النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه، فإن المشركين وعباد الصليب واليهود وغيرهم يحبون الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. محبة الله جل وعلا هي أعظم أنواع العبادة. الله جل وعلا يحب لذاته ولأسمائه وصفاته ولنعمه التي يسديها على عباده، فأهل الإيمان يحبون الله جل وعلا والله يحبهم. سوف يأتي الله بقول يحبهم ويحبونه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الله بجميع قلوبكم، وكما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. ولكنها لا تكفي محبة الله، لا بد من أنواع العبادة الأخرى، الخوف والرجاء والخشية والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله تعالى بها. الذي يقتصر على المحبة، هذه طريقة الصوفية أهل الضلال. الصوفية يعبدون الله بالمحبة فقط، ويقولون: نحن لا نحبه طمعا، يقولون: نحن لا نعبده طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، وإنما نعبده لأننا نحبه. فالمحبة التي ليس معها خوف وليس معها رجاء، هذه محبة الصوفية، وهي محبة باطلة ودينهم باطل. فلا بد من المحبة والخوف والرجاء. الله جل وعلا قال في أنبيائه: يدعون ربهم خوفا وطمعا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. فلا بد من هذه الأمور: المحبة والخوف والرجاء. فالمحبة بدون الخوف والرجاء هذه محبة الصوفية، وهي محبة باطلة. أنهم لو كانوا يحبونه صحيح محبة صحيحة لخافوا منه ولرجوا. وهناك من يعبد الله بالخوف فقط، وهم الخوارج، ما عندهم رجاء، إنما عندهم الخوف الشديد الذي حملهم على ما حملهم من الخروج على ولاة أمور المسلمين واستحلال دماء المسلمين وتكفير المسلمين. هؤلاء وعيدية، يقال لهم الوعيدية، لأنهم يعتمدون على الوعيد فقط. وكذلك من عبد الله بالرجاء فقط فهم المرجئة، الذين ما عندهم خوف إنما عندهم رجاء فقط، هؤلاء المرجئة وهم ضلال. أما أهل الإيمان فيعبدون الله بالمحبة والخوف والرجاء، هكذا، هذه الطريقة الصحيحة في عبادة الله سبحانه وتعالى، محبة وخوفا ورجاء، ثم يتبع ذلك بقية أنواع العبادة. لكن الأسباب، وكذلك من عبد الله بالرجاء فقط فهم المرجئة، الذين ما عندهم خوف إنما عندهم رجاء فقط، هؤلاء المرجئة وهم ضلال. أما أهل الإيمان فيعبدون الله بالمحبة والخوف والرجاء، هكذا، هذه الطريقة الصحيحة في عبادة الله سبحانه وتعالى، محبة وخوفا ورجاء، ثم يتبع ذلك بقية أنواع العبادة. لكن الأساس والأصل هي هذه الثلاثة، هذه ركائز العبادة ثلاثة: محبة والخوف والرجاء. فإذا أحب الله طمع في جنته ورضوانه وأكثر من الأعمال الصالحة،
وإذا خاف من عقاب الله خاف من ناره وترك المعاصي والذنوب والسيئات، وإذا وقع في شيء منها تاب إلى الله، يتوب إلى الله عز وجل. فهذه الأمور هي التي تدفع المسلم على العبادة: المحبة والخوف والرجاء. نعم. أحدها محبة الله، ولا تكفي وحدها في النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه، فإن المشركين وعباد الصليب واليهود وغيرهم يحبون الله. كذلك من أحب الله وأحب معه غيره هذا شرك. المشركون يحبون الله لكن يحبون معه غيره، يحبون معه غيره، يشركون معه في المحبة، هذا أعظم أنواع الشرك. ما عبدوا الأصنام إلا لأنهم يحبونها، ولذلك يقاتلون دونها ويبذلون أرواحهم وأموالهم دون الأصنام، دل على أنهم يحبونها. بنو إسرائيل عبدوا العجل لأنهم يحبونه، أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أشربوا يعني يحبونه حبا شديدا والعياذ بالله. فالمشركون يحبون الأصنام والأوثان مع الله عز وجل، يعبدون الله بأنواع من العبادة، لكن العبادة إذا دخلها الشرك بطلت. نعم. الثاني محبة ما يحب الله، وهذه هي التي تدخله في الإسلام وتخرجه من الكفر. نعم. الثانية محبة ما يحبه الله، إذا أحببت الله فإنك تحب ما يحبه الله، فتحب الطاعة وتكره المعصية، تحب ما يحبه الله وتكره ما يكرهه الله جل وعلا، فتحب الطاعة وتكره المعصية. ولكن الله حبب إليكم الإيمان زينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فأنت تحب ما يحبه الله وتبغض ما يبغض، وكذلك تحب من يحبهم الله وهم أولياء الله جل وعلا، تحب أولياء الله من المؤمنين من الأنبياء والمرسلين والصالحين والملائكة، تحبهم لأن الله يحبهم، لأن الله يحبهم، فأنت تحبهم من أجل ذلك. وإلا إذا أبغضت أولياء الله فأنت مبغض لله، تحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له، ما ذاك بالإمكان؟ لو كان حبك صادقا تحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له، ما ذاك في إمكانك؟ وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطاني؟ فالذي يحب الله يحب ما يحبه الله، والآخر يقول لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. هذه علامة المحبة. والله جل وعلا يقول قل إن كنتم، اليهود يقولون نحن نحب الله لكن كفروا برسوله صلى الله عليه وسلم، رد الله عليهم بقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فإذا كان يدعي محبة الله فعليه أن يطيع الله وأن يطيع رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يحب أحباب الله وأولياء الله. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، بارزني بالمحاربة. فالذي يبغض أولياء الله محارب لله سبحانه وتعالى. وكذلك بغض أعداء الله من اليهود والنصارى وسائر الكفرة لأنهم أعداء الله، أنت تعادي أعداء الله، أنت تعادي أعداء الله، وهذا هو معنى الولاء والبراء، هذا هو الولاء والبراء، أن توالي أولياء الله وأن تعادي أعداء الله، هذا هو الولاء والبراء. لا يكون الناس عندك سواء، إنما تميز بين أهل الإيمان وأهل الكفر، تميز بينهم. نعم. الثاني محبة ما يحب الله، وهذه هي التي تدخله في الإسلام وتخرجه من الكفر. نعم. وأحب الناس إلى الله أقومهم بهذه المحبة وأشدهم فيها. نعم. الثالث الحب لله وفيه. نعم، تحب لله وتبغض لله، ما تحب لأجل الدنيا أو تبغض لأجل الدنيا، من عطاك من المال أحببته ومن لم يعطك أبغضته، وإنما تحب لله عز وجل وتكره لله. ولهذا
جاء في الحديث من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وقد صارت عامة موالاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. نعم. الثالث: الحب لله وفيه، وهي من لوازم محبة ما يحب، ولا تستقيم محبة ما يحب إلا فيه وله. نعم. الرابع: المحبة مع الله، وهي المحبة الشركية. محبة مع الله هذه شرك، ولا تحب مع الله أحدا، بل تخلص المحبة محبة لله عز وجل. وليس معنى ذلك أنك ما تحب المال ولا تحب الزوجة ولا هذه محبة طبيعية ما تؤاخذ عليها. تحب الأكل والشرب، تحب زوجتك، تحب أولادك، تحب المال، هذه محبة طبيعية، ما هي محبة عبادة. إنما الكلام على محبة العبادة التي معها الذل، التي معها الذل والخضوع، كما قال ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر، ما دار حتى قامت القطبان، وما داره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. نعم. الرابع: المحبة مع الله، وهي المحبة الشركية. وكل من أحب شيئا مع الله لا لله ولا من أجله ولا فيه فقد اتخذه ندا من دون الله، وهذه محبة المشركين. نعم. وبقي قسم خامس ليس من ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يسوون أصنامهم بالله في المحبة، يحبون الله ويحبون الأصنام، هذا شرك أكبر. نعم. وبقي قسم خامس ليس مما نحن فيه، وهو المحبة الطبيعية. هذا اللي ذكرنا نبهنا عليه، هذه ما تضر إذا لم تقدمها على محبة الله. كل الناس يحبون المال والوطن والبيوت، لكن إذا قدموها على محبة الله هذا هو المحذور. ولهذا قال سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربص. هذه المحبة الثمان. الله لم ينكر على ما أن الناس يحبون هذه الأشياء، لكن أنكر من قدم محبتها على محبة الله عز وجل. إذا تعارضت محبة هذه الأشياء مع محبة الله، قدم محبة الله واتركها. ترك المهاجرون، تركوا أولادهم وأوطانهم وأموالهم محبة لله وهاجروا، هاجروا في سبيل الله، ما معهم شيء، لأنهم يحبون الله عز وجل ويحبون رسوله، هذه علامة الإيمان. ولهذا قال: أولئك هم الصادقون. نعم. وبقي قسم خامس ليس مما نحن فيه، وهو المحبة الطبيعية. نعم. وهي ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه، كمحبة العطشان للماء والجائع للطعام ومحبة النوم والزوجة والولد، فتلك لا تذم إلا إذا ألهت عن ذكر الله إلا إذا ألهت عن ذكر الله أو منعت من أداء واجب أو حملت الإنسان على فعل محرم، فحينئذ تذم وتلام. نعم. تلك لا تذم إلا إذا ألهت عن ذكر الله وشغلت عن محبته، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وقال تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هذا واضح. فالمؤمنون إذا جاء وقت الصلاة تركوا التجارة والبيع والشراء وراحوا للمسجد، لأن هذا أحب إليهم من على أن الصلاة أحب إليهم من المال. تركوا المال وله مغري وعندهم كثير، وقت سوق ووقت مرابح، لكن إذا جاء أذن المؤذن أغلقوا دكاكينهم وذهبوا للمسجد. هذه علامة محبة الله عز وجل. أما العكس وهو أنه لا يذهب إلى المسجد ولا يذهب إلى الصلاة ويبقى يبيع ويشري، هذا دليل على أنه يحب المال أكثر من محبة الله. ولهذا قال جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع، وهي المساجد، ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.
يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يظن أنه تاجر وأنه رابح وهو خاسر، إذا ضيع الأعمال الصالحة فهو خاسر، ولو عنده الدنيا كلها ما تفيده شيء ولا يستفيد منه، هو عنده أنه ربحان وتاجر وغني لكنه في الحقيقة خاسر وفقير. ولا تجدي عنه هذه الدنيا شيئاً عند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. نعم. فصل. ثم الخلة. نعم، الخلة هي أعلى درجات المحبة. المحبة درجات 10 ذكرها المؤلف في كتابه روضة المحبين، وفي مدارج السالكين ذكر أنواع المحبة، وأعلاها ونهايتها الخلة، وهي أعلى درجات المحبة. سميت بالخلة لأن الحبيب يتخلل القلب، يتخلل القلب، تخللت مسلك الروح مني، يقول الشاعر لحبيبته: تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا. نعم. ثم الخلة، وهي تتضمن كمال المحبة ونهايتها. نهايتها أعلى درجات المحبة، وهذه ما نالها من البشر أحد إلا إبراهيم الخليل عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما نالها الخلة وصل هذه الدرجة إلا الخليلان إبراهيم ومحمد عليهم السلام. نعم. وهي تتضمن كمال المحبة ونهايتها بحيث لا يبقى في قلب المحب سعة لغير محبوبه. نعم. يصير المحب ما يحب غير الله عز وجل، ما يحب غير الله، هذا ما يصل أحد، ما يصل أحد إلا الخليلان عليهم السلام. نعم. وهي منصب لا يقبل المشاركة بوجه ما، وهذا المنصب خاص للخليلين صلوات الله وسلامه عليهما. ولهذا ابتلى الله إبراهيم بذبح ابنه، معروف أن الولد أنه من أحب الناس إلى أبيه، أحب الناس إلى أبيه، فالله ابتلاه وأمره بذبحه، فبادر بامتثال أمر الله وقربه للذبح، ولم يبقى إلا أن يقطع حلق السكين، فلما أسلم وتله للجبين مثالا لأمر الله عز وجل. فالله جل وعلا عند ذلك نسخ الأمر بذبحه وفداه بالأضحية التي صارت سنة في بني إبراهيم عليه السلام، فديناه بذبح عظيم، وصارت الأضحية من ذاك الوقت إحياء لسنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم، لكنه أقدم على ذبح ابنه لأن الله أمره بذلك، امتثل أمر الله لأنه يحب الله أكثر من كل شيء. نعم. وهذا المنصب خاص للخليلين صلوات الله وسلامه عليهما إبراهيم ومحمد. نعم. كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب أصحابه ويحب أبا بكر بالذات أكثر من غيره، لكنه لم يتخذه خليلا لئلا يكون شريكا لله في الخلة، فهو يحبه لكن لم تبلغ محبته إلى درجة الخلة، لأن الخلة خاصة بالله عز وجل. نعم. وفي حديث آخر: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته. أي نعم، هذا هو السبب في أن الرسول لم يتخذ خليلا من أصحابه، لأجل يفرد الخلة لله عز وجل، فلا يحب فيها مع الله أحدا، كما أن إبراهيم لم يحب مع الله فيها أحدا حتى ابنه الذي رزق إياه على الكبر، لما أمره الله بذبحه بادر بأمر حبيب خليله، بادر بأمر الله خليله طاعة لله سبحانه وتعالى،
نعم. ولما سأل إبراهيم عليه السلام الولد فأعطيه، وتعلق حبه بقلبه فأخذ منه شعبة، غار الحبيب على خليله أن يكون في قلبه موضع لغيره، فأمره بذبحه، وكان الأمر في المنام ليكون تنفيذ المأمور به أعظم ابتلاء. والرؤيا إذا كانت رؤيا نبي فهي وحي من الله عز وجل، رؤيا الأنبياء حق، رؤيا وحي، ولذلك اعتبرها أمرا من الله سبحانه وتعالى. نعم. وكان الأمر في المنام ليكون تنفيذ المأمور به أعظم ابتلاء وامتحانا، ولم يكن المقصود ذبح الولد، ولكن لم يكن المقصود من الله ذبح الولد، ولكنه أمره به ليبتلي ويختبره، هل يقدم محبة الله على محبة الولد أو يقدم محبة الولد على محبة الله؟ اختبار. نعم. ولكن المقصود ذبحه من قلبه ليخلص القلب لغضب. نعم. فلما بادر الخليل إلى الامتثال وقدم محبة ربه على محبة ولده حصل المقصود فرفع الذبح. رفع الذبح يعني نسخ، هو أمر من الله لكن الله نسخه بعدما ظهر المقصود ونجح في الامتحان، نسخ الله الذبح فنهاه عن ذبح ابنه وأبدله بذبح القربان. نعم. حصل المقصود فرفع الذبح وفدي الولد بذبح عظيم، فإن رب تعالى ما أمر بشيء ثم أبطله رأسا، فلا بد أن يبقى بعضه أو بدله، كما أبقى شريعة الفداء وكما أبقى استحباب الصدقة بين يدي المناجاة. وهذا من النسخ لا بدل، هذا من النسخ لا بدل، نسخ الله ذبح الولد إلى ذبح القربان، وهو يسمونه النسخ لا أخف، النسخ لا أخف. نعم. وكما أبقى استحباب الصدقة بين يدي المناجاة، وكما أبقى الخمس صلوات بعد رفع الخمسين وأبقى ثوابها. نعم. وقال لا يبدل القول لدي، هي خمس في الفعل وهي خمسون في الأجر. نعم. فصل. وأما ما يظنه بعض الغالطين أن المحبة أكمل من الخلة، وأن إبراهيم خليل الله ومحمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله، فمن جهله. هذا جهل، وبعضهم دائما يقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحبيب الحبيب، لا هو الخليل، ما هو حبيب فقط، هو خليل الله، ألا تقول حبيب الله؟ هذا نقص في حقه صلى الله عليه وسلم، بل تقول خليل الله. نعم. لأن المحبة عامة والخلة خاصة. نعم. والخلة نهاية المحبة. نعم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ونفى أن يكون له خليل غير ربه، مع إخباره بحبه لعائشة ولأبيها ولعمر بن الخطاب وغيرهم. نعم. وأيضا فإن الله سبحانه يحب التوابين ويحب المتطهرين. المحبة غير الخلة، المحبة غير الخلة، ولذلك الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المتقين والمحسنين، أما الخلة فلم ينلها إلا اثنان من العباد. نعم. المحبة أوسع من الخل. نعم. وأيضا فإن الله سبحانه يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين ويحب المحسنين ويحب المقسطين، والشاب التائب حبيب الله، وخلته خاصة بخليلين، وإنما هذا خلة الله خاصة بالخليلين. أما أنك أن تتخذ خليل من الناس فلا مانع، ولهذا يقول أبو ذر أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمؤمنون خليلهم رسول الله، أما الله فليس له خليل إلا إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام. نعم. وخلته خاصة بالخليلين، وإنما هذا من قلة العلم والفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فصل. قد تقدم أن العبد لا يترك ما يحبه ويهواه إلا لما يحبه ويهواه، ولكن يترك أضعفهما محبة لأقواهما محبة، كما أنه يفعل ما يكرهه لحصول ما محبته أقوى عنده من كراهة ما يفعله، أو لخلاصه من مكروه كراهته عنده أقوى من كراهة ما يفعله. وتقدم أن خاصية العقل إيثار أعلى المحبوبين على أدناهما وأيسر المكروهين على أقواهما، وتقدم أن هذا من كمال قوة الحب والبغض، ولا يتم له هذا إلا هذا كما ذكرنا أن الإنسان يحب أشياء من هذه الدنيا لكن لا يقدم محبتها
على محبة الله عز وجل، كالبيع والشراء والمال والأهل والأولاد والأقارب يحبهم، هذه محبة طبيعية ليست محبة عبادة. فإذا شغلته عن محبة الله فإنها محبة مكروهة، ويخشى على صاحبها من العقوبة. أما إذا قدم محبة الله على ما يحبه من أمور الدنيا فهذه علامة الإيمان. نعم. ولا يتم له هذا إلا بأمرين: قوة الإدراك وشجاعة القلب، فإن التخلف عن ذلك والعمل بخلافه يكون إما لضعف الإدراك بحيث إنه لم يدرك مراتب المحبوب والمكروه على ما هي عليه، وإما لضعف في النفس وعجز في القلب بحيث لا يطاوعه على إيثار الأصلح لرفع علمه بأنه الأصلح. فإذا صح إدراكه وقويت نفسه وتشجع قلبه على إيثار المحبوب الأعلى والمكروه الأدنى فقد وفق لأسباب السعادة. نعم. من الناس من يكون سلطان شهوته أقوى من سلطان عقله وإيمانه فيقهر الغالب الضعيف، ومنهم من يكون سلطان إيمانه وعقله أقوى من سلطان شهوته. وإذا كان كثير من المرضى يحميه الطبيب عما يضره فتأبى عليه نفسه وشهوته إلا تناوله، ويقدم شهوته على عقله وتسميه الأطباء عديم المروءة. فهكذا أكثر مرض القلوب يؤثرون ما يزيد مرضهم لقوة شهوتهم له. فأصل الشر من ضعف الإدراك وضعف النفس ودناءتها، وأصل الخير من كمال الإدراك وقوة النفس وشرفها وشجاعتها. فالحب والإرادة أصل كل شيء ومبدأه، والبغض والكراهة أصل كل شيء ومبدأه، وهاتان القوتان في القلب أصل سعادة العبد وشقاوته. ووجود الفعل الاختياري لا يكون إلا بوجود سببه من الحب والإرادة، وأما عدم الفعل فتارة يكون لعدم مقتضيه وسببه، وتارة يكون لوجود البغض والكراهة المانعة منه، وهذا متعلق الأمر والنهي، وهو الذي يسمى الكف، وهو متعلق الثواب والعقاب. وبهذا يزول الاشتباه في مسألة الترك، وهو وبهذا يزول الاشتباه في مسألة الترك. نعم. وهو أمر وجودي أو عدمي، والتحقيق أنه قسمان: فالترك المضاف إلى عدم السبب المقتضى عدمي، والمضاف إلى السبب المانع من الفعل وجودي. فصل: وكل واحد من الفعل والترك الاختياريين إنما يؤثره الحي لما فيه من حصول وكل واحد من الفعل والترك الاختياريين إنما يؤثره الحي. حي؟ نعم. كذا عندكم ما فيه الحب؟ ما فيه تأجيل أمر راجع. نعم. إنما يؤثره الحي لما فيه من حصول المنفعة التي يلتذ بحصولها، وزوال الألم الذي يحصل له الشفاء بزواله. ولهذا يقال: شفى صدره وشفى قلبه. قال: هي الشفاء لداء لو ظفرت بها، وليس منها شفاء الداء مبذول. وهذا مطلوب يؤثره العاقل بل الحيوان البهيم، ولكن يغلط فيه أكثر الناس غلطا قبيحا، فيقصد حصول اللذة بما يعقب عليه أعظم الألم. يكفي، نقف عند الفصل هذا ومن بداية قراءة إن شاء الله.